سبحان الذي أمشى الحيوان بقدرته فدب ومن عجب عجيب مبرور يتغاض رب سبحان ثم إنعامه فلم يمس في البحر حوت وفي البر ضب وأفضل التحية والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه بررة الكرام وأيها الزملاء والأساتذة الكرام ما عندي كثيرة السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه ليشرفنا ويسعدنا في هذه الليلة العظيمة أن نحتفل بأبنائنا حملة القرآن الكريم فنيابة عن الأزهر الشريف ونيابة عن البعثة الأزهرية بدولة جنوب إفريقيا أتقدم بخالص الشكر والتقدير على دعوة مولانا محمد إلى الحضور إلى هذا الحفل الكريم ولقد أسعدني كثيرا بهذا النجاح العظيم وبهذا التوفيق وهذا المستوى الطيب الذي ظهر عليه أبناؤنا ونطمئنكم جميعا بأن الأزهر الشريف لا يبخل عليكم بمنحه فجامعات الأزهر في كل مكان مفتوحة لكم وإن شاء الله إذا كانت المنحة بسيطة أو عدد الطلاب الذين يفوتون إلى مصر فإن شاء الله ستكون في الأعوام القادمة أكثر وأكثر ولكن هذا مرتبط بتقدمكم وبتحسين مستواكم إلى الأفضل وإلى الأحسن فهنيئا لكم بهذا المستوى وهنيئا لكل من أشرف على تعليمكم وقدم لكم كل العون فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم دائما في ازدهار وأن ينصر الإسلام بكم وأن ترتقوا إلى مناصب أكبر من ذلك بكثير وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على البدر علي